الأمر الآخر أن غيرة الله عز وجل حينما تنتهك محارمه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين معنى غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله، أن يأتي المؤمن ما حرم الله، ولذلك إذا انتهك المؤمن حرمات الله عز وجل يغار الله عز وجل، والغيرة لها أثر، غضب الله عز وجل، انتقام الله سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة الإفك لما لاك المنافقون في عرض عائشة غار الله جل وعلا، فأنزل 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، تتلى إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله عز وجل. غار الله على أم المؤمنين الصديقة البتول الطاهرة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل هذه الآيات. هناك من ينتقم الله عز وجل منه حينما تنتهك حدوده فيغار الله عز وجل فينتقم الله عز وجل منه، وهذا يعني المسألة الأخرى والأخيرة في هذه في التعليق على هذا الحديث، أن ينبغي بل يجب على المسلم أن يخاف حينما ينتهك حدود الله عز وجل، أن الله يغار، لأن الله يغار، فإذا انتهكت حدوده جل وعلا غار الله. وغيرة الله عز وجل من حيث الأثر قد تكون عقوبة والعياذ بالله معجلة، قد يكون شيء من الأمور التي يسلط الله عز وجل فيها على من انتهك حدوده. وطبعا الإنسان له غيرة، لكن لا يجوز أن تشبه غيرة الله بغيرة المخلوقين.